الداخلية بترحلها، وانا قلت ان انا لازم يعني ازق ورا وزارة الداخلية لحد ما يرحلوها. وزارة القوى العاملة سايبة العمال اللي بينضربوا في ليبيا. اخدتيها عارفة يعني ايه علقة؟ علقة اتضربت يعني. طلع النهاردة صفي ناس بتقول ان انا مش هترحل لان انا تعلقت بشعب مصر قوي. اللي انا طبعا من اول ما جيتي من شرم الشيخ جيتي بالبدلة. انا اسعد الناس باللي حصل. مين اللي ضربك، بابا ولا ماما؟ ماما. ماما اول مرة في حياتها. اول مرة في حياتها تضربك؟ كد ايه، احكي لي القصة دي. هي من جهة اتعلقت فهي اتعلقت، بس يا ستي معلش يعني روحي ارمينيا وببعت لنا جوابات. بدله من شرم الشيخ، لبستي البدله وكنت مسجات، خلينا على موبايلات، اعملي اللي انت عاوزاه بس من بلدكم. وبعدين سمعت مرتضى منصور امبارح، زملائي اللي قالوا لي انا كنت على الهوا، ان هو طلع بعد ما كان معايا على المداخله، طلع مع زميلي معتز الدمرداش في برنامجه. كل يوم بيتفرج على رقصات القديم بالسيدية اللي انا اشتريت من هناك. استمتع بالحكاية. لا انا عايز اقول لك يعني الصدف الغريبة. صحيح في غيرها، بس يعني ايه سر الدفاع عن صافي يا استاذ مرتضى؟ برضو مخدش عندنا. كل الفلوس اللي هذه الناس قبل كده ما عادش عندها. مش عندك يعني، مش عند مجلس الادارة. وكان بيكلم عن الموضوع فقال انتوا ليه مزودين قوي على صافي نازو وبتاع، ما في غيرها مش عارف ايه. عرف هم عايزين يرحلوا البنت دي ليه. حكي سامية جمال فيفي دودينا كل حاجة. وسايبة العمال اللي في الشوارع، وسايبة تقول ده بتقولك عايز ارحل صافي نار. هي مين الوزيرة اصلا؟ وكنت كل يوم بتفرج عليهم كتير. ومرة ترقص على مع نفسي. صافي نار كانت معانا امبارح وما كناش متوترين خالص. انا عايز اعرف ست نفسي حصلت عيد ميلاد صحابنا وانا ترقاتي رقصتي بالبدلة. استمتع بالحكاية. انا عايز اقول لك يعني الصدف الغريبة. بس دي كده تمثيل صغير. مصر يعني احنا مش عايزين بهايفين يا جماعة. يا جماعة واحد